باب كيف يبايع الإمام الناس. عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر رضي الله عنهما حيث اجتمع الناس على عبد الملك كتب: إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. باب تحريم الخروج على الأئمة والأمر بالصبر على جورهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على حفصة ونسواتها تنطف، قلت: قد كان من أمر الناس ما ترين، فلم يجعل لي من الأمر شيء. فقالت: الحق، فإنهم ينتظرونك، وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة. فلم تدعه حتى ذهب. فلما تفرق الناس خطب معاوية، قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة: فهل أجبته؟ قال عبد الله: فحللت حبوتي وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك. فذكرت ما أعد الله في الجنان. قال حبيب: حفظت وعصمت. باب من كره الاختلاف في الأحكام. عن علي رضي الله عنه قال: اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي. فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب. باب لا يكون الإمام إلا رجلا. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. باب العرفاء للناس. عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفة، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير رد لهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيا، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. كتاب الذبائح. باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى، فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله. وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها. باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه معلقا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. وفي رواية موصولة عن سلمان بن عامر قال: مع الغلام عقيقة. كتاب الأشربة. باب شرب اللبن بالماء. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. قال: الرجل يحوي الماء في حائطه، فقال: يا رسول الله، عندي ماء بائت. فانطلق بهما فسكب في قدح، ثم حلب عليه من داجن له، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شرب الرجل الذي جاء معه. باب ما ذكر من قدح النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. باب إذا وقع الذباب في
الإناء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليرمزه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. كتاب الأطعمة: باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات. عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما، وفي رواية حديث، عهدهم بشرك يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوه. باب الأكل متكئا. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: لا آكل وأنا متكئ. باب النفخ في الشعير. عن أبي حازم قال: سألت سهل بن سعد رضي الله عنهما فقلت: هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي؟ فقال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. فقلت: هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه. قلت: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، ما بقي ثريناه فأكلناه. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا، فأعطى كل إنسان 7 تمرات، فأعطاني 7 تمرات إحداهن حشفة فلم يكن فيهن تمرات أعجب إلي منها شدت في مضاغي. باب ما يقول إذا فرغ من طعامه. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وفي رواية كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفو. كتاب اللباس. باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. عن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنهما قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال: أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله بن المبارك: فبقيت حتى ذكر، يعني من بقائها. وفي رواية: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: من ترون نكس هذه؟ فسكت القوم. قال: ائتوني بأم خالد. فأتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: أبلي وأخلقي. باب تحريم لبس الحرير على الرجال. عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. باب الحرير للنساء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء. باب البرانس. عن سليمان بن طرخان قال: رأيت على أنس رضي الله عنه برنسا أصفر من خز. باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا، وأخرج عمر فلانا. وفي رواية: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. كتاب الأدب. باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. عن سعيد بن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حزم. قال: أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد. باب المصافحة. عن قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. باب ليس الواصل بالمكافئ. عن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. باب رحمة الناس والبهائم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال: أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا
ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لقد حجرت واسعا يريد رحمة الله. باب ما يجوز من الظن. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. قال الليث كانا رجلين من المنافقين. باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. عن أنس رضي الله عنه قال كنا عند عمر رضي الله عنه فقال نهينا عن التكلف. باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا. كتاب الرقى. باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم من الحسن والحسين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم لسلامة بن الأكوع رضي الله عنه. عن يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة رضي الله عنه فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. باب نسب النبي صلى الله عليه وسلم. عن كليب بن وائل قال قلت لزينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان؟ من مضر كان. قالت فممن كان إلا من مضر، كان من ولد النضر ابن كنانة. باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. باب علامة النبوة في الإسلام. عن خباب بن الأرد رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. قلنا له ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ وفي رواية فقعد وهو محمر وجهه. قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود، فجمعوا له، فقال إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا فلان، فقال كذبتم بل أبوكم فلان، قالوا صدقت. قال فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا نعم. فقالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح وإن كنت نبيا لم يضرك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمري إلى الجداد، وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة فجلست فخلى عاما، فجاءني اليهودي عند الجداد ولم أجد منها شيئا، فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه امشوا نستنظر لجابر من اليهودي، فجاءوني في نخلي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول أبا القاسم لا أنظره، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل ثم جاءه فكلمه فأبى، فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل، ثم قال أين عريشك يا جابر؟ فأخبرته فقال افرش لي فيه.
ففرشته فدخل فرقد ثم استيقظ فجئته بقبضة أخرى فأكل منها ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه فقام في الرطاب في النخل الثانية ثم قال يا جابر جد وقضي فوقف في الجداد فجددت منها ما قضيته وفضل منه فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فقال أشهد أني رسول الله. كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى إني أسكنت من ذريتي الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل وفي رواية حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه فقالت يا إبراهيم ألا تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثانية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم حتى بلغ يشكرون، وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صح تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غير، فإذا هي بالملك، وفي رواية فإذا جبريل عند موضع زمزم، فبحث بعقبها أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، وفي رواية فدهشت فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت زمزم عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال له الملك لا تخاف ضيعة، فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفع من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهما مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا إن هذا الطائر يدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء، فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفاسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه، فقالت خرج يبتغي لنا، وفي رواية ذهب يصيد، ثم سألها
عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه، قال: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهل وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا، وفي رواية: ذهب يصيد. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله، وفي رواية: فقالت: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه. وفي رواية: بركة بدعوة إبراهيم، فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة. وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، ويقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنه ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة إبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني. وفي رواية: ضعف الشيخ عن نقل الحجارة، فقام على حجر المقام وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. باب قول الله تعالى: وآتينا داود زبورا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود عليه السلام القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه. باب الفترة بين عيسى محمد صلى الله عليهما وسلم. عن سلمان رضي الله عنه قال: فترة بين عيسى محمد صلى الله عليهما وسلم 600 سنة. كتاب فضائل الصحابة: مناقب أبي بكر رضي الله عنه. باب إسلامه. عن عمار رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي، فأبى علي فأقبلت إليك فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر 3. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم 2. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت. فقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي 2؟ فما أوذي بعدها. باب ورعيه رضي الله عنه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء
يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال: وما هو؟ قال: كنت تكهلت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقال: أكل شيء في بطنه. مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. باب إسلامه رضي الله عنه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما هو في الدار خائفا إذ جاءه العاص بن وائل عليه حلة حبارة وقميص مكفوف بحرير، وهو من بني سهم وهم حلفاء في الجاهلية، فقال له: ما بالك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلوني إن أسلمت. قال: لا سبيل إليك. بعد أن قالها أمنت؟ فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي، فقال: أين تريدون؟ فقالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأ. قال: لا سبيل إليه. فكر الناس. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. باب جده وجوده رضي الله عنه. عن أسلم قال: سألني ابن عمر رضي الله عنهما عن بعض شأنه، يعني عمر، فأخبرته، فقال: ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب. باب ورعه وخشيته رضي الله عنه. عن أبي بردة بن أبي موسى قال: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قلت: لا. قال: فإن أبي قال لأبيك: يا أبا موسى، هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهجرتنا معه، وجهادنا معه، وعملنا كله معه برد لنا، وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس؟ فقال: لا والله، قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا، وأسلم على أيدينا بشر كثير، وإنا لنرجو ذلك. فقال أبي: لكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا، وأن كل شيء عملناه بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقلت: إن أباك والله خير من أبي. باب حسن صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. عن المسود بن مخرمة رضي الله عنهما قال: لما طعن عمر جعل يألم، فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه: يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحابتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه، فإنما ذاك من من الله تعالى من به علي. وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه، فإنما ذاك من من الله جل ذكره من به علي. وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. باب استجابة دعوته رضي الله عنه. عن عمر رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. باب مقتله رضي الله عنه. عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل. قال: انظر أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. قال: قال لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا، فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. قال: وإني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب. وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر. ربما قرأ سورة يوسف أو النحلة أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول: قتلني الكلب حين طاعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن
13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر، وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني، فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة قال الصنع؟ قال نعم. قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا، فقال إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول لا بأس وقائل يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت، فدخلنا عليه، وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، قال رد علي الغلام. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تف أموالهم فسل في قريش، ولا تعدهم إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي ولا أوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني. ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. جاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه، فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل، فلما قبض خرجنا به، فانطلقنا نمشي. فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب؟ قالت أدخلوه. فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه. باب حفره بئر رومة وتجهيزه جيش العسرة. عن أبي عبد الرحمن السلمي معلقا أن عثمان رضي الله عنه حين حوصر أشرف عليهم وقال أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر رومة فله الجنة؟ فحفرتها. ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة؟ فجهزتهم. قال فصدقوه بما قال. باب قوله صلى الله عليه وسلم هذه يد عثمان. عن عثمان بن موهب قال جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا، فقال من هؤلاء القوم؟ فقالوا هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. فقال تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال هل تعلم
أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال الله أكبر. قال ابن عمر تعالى أبين لك. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك. وفي رواية أن رجلا قال لابن عمر ما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر ما قولي في علي وعثمان، أما عثمان فكان الله قد عفى عنه فكرهتم أن يعفو عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، وأشار بيده فقال هذا بيته حيث ترون. وفي رواية فذكر عن محاسن عمله قال لعل ذاك يسوءك؟ قال نعم. قال فأرغم الله بأنفه انطلق فاجهد علي جهدك. باب قصة البيعة والاتفاق عليه. عن عمرو بن ميمون أن عمر رضي الله عنه لما طعن قيل له أوصي أمير المؤمنين استخلف، قال ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وفي رواية فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له واطيعوا، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من أمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت المرأة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لا ينظرن أفضلهم في نفسه، فأسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي أن لا آلوا عن أفضلكم؟ قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلا، ولئن أمرت عثمان لا تسمعن ولا تطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه فبايع له علي وولج أهل الدار فبايعوه. وفي حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا، فقال لهم عبد الرحمن لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن، فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقابه، ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان. قال المسور طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت، فقال أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم، انطلق فادع الزبير وسعدا، فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني فقال ادعوا لي علي، فدعوته فناجاه حتى تبهر الليل، ثم قام علي من عنده وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا، ثم قال ادعوا لي عثمان، فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح، فلما صلى للناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد، وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر، فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن
الرحمن ثم قال: أما بعد، يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن، وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. باب مكانة عثمان عند الصحابة رضي الله عنهم. عن ابن الحنفية قال: لو كان علي رضي الله عنه ذاكرا عثمان رضي الله عنه ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان، فقال لي علي: اذهب إلى عثمان، وفي رواية: خذ هذا الكتاب فأخبره أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر سعاتك يعملون فيها. فأتيته بها فقال: أغنيها عنا. فأتيت بها علي فأخبرته فقال: ضعها حيث أخذتها. مناقب الزبير بن العوام. باب منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم. عن مروان قال: أصاب عثمان بن عفان رضي الله عنه رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى، فدخل عليه رجل من قريش قال: استخلف. قال: وقالوا؟ قال: نعم. قال: ومن؟ فسكت. فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث، فقال: استخلف. فقال عثمان: وقالوا؟ فقال: نعم. قال: ومن هو؟ فسكت. قال: فلعلهم قالوا: الزبير. قال: نعم. قال: أما والذي نفسي بيده، إنه لخيرهم ما علمت، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو شجاعته رضي الله عنه. عن عروة بن الزبير أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك: ألا تشد فنشد معك؟ فقال: إني إن شددت كذبتم. فقالوا: لا نفعل. فحمل عليهم حتى شق صفوفهم، فجاوزهم وما معه أحد، ثم رجع مقبلا، فأخذوا بلجامه فضربوه ضربتين على عاتقه، بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. قال عروة: وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ وهو ابن 10 سنين، فحمله على فرس ووكل به رجلا. باب مناقب سعيد بن زيد رضي الله عنه. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال في مسجد الكوفة: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام. وفي رواية: أنا وأخته قبل أن يسلم عمر، ولو أن أحدا رفض للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن يرفض. باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله: إلا المودة في القربى، فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: عجلت، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. باب مكانتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما وسئل عن المحرم يقتل الذباب، فقال: أهل العراق يسألون عن الذباب، وقد قتلوا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتاي من الدنيا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن: ابني هذا سيد. عن الحسن قال: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية: وكان والله خير الرجلين، أي عمرو، إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس: عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز. فقال: اذهب إلى هذا الرجل فعرض عليه وقولا له واطلب إليه. فأتياه فدخل عليه فتكلم وقال له فطلب إليه، فقال له: ما الحسن؟ إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قال: فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي بهذا؟ قال: نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قال: نحن لك به. فصالحه. فقال الحسن: ولقد سمعت أبا بكر يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به
بين فئتين عظيمتين من المسلمين. باب مناقب عائشة رضي الله عنها. عن أبي وائل قال: لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار فقال: إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. وفي رواية: لما سار طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم إلى البصرة بعث علي. عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها اشتكت، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا أم المؤمنين، تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر. وفي رواية: عن ابن أبي مليكة استأذن ابن عباس قبل موتها على عائشة وهي مغلوبة، قالت: أخشى أن يثني علي. فقيل: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين. قالت: إذنوا له. فقال: كيف تجدينك؟ قالت: بخير إن اتقيت. قال: فأنت بخير إن شاء الله زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكح بكرا غيرك، ونزل عذرك من السماء. ودخل ابن الزبير خلافه فقالت: دخل ابن عباس فأثنى علي، وإذ أني كنت نسيا منسيا.